قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله جل وعلا يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا بد للإنسان أن يقدم لذلك اليوم هذا التوحيد، وأن يبتعد كل البعد عن الشرك. التوحيد أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، لا تدعو إلا الله ولا تستعين إلا بالله، وأن تتوكل على الله، تخلص لله في جميع الأعمال، وتحذر من أن تنادي غير الله وأن تستغيث بغير الله في الكرب والشدائد. ما تقول يا أبو يا شيخ تلحقنا وتفزعنا. مصيبة كبيرة إذا ناديت غير الله، خسارة كبيرة إذا استغيثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الله جل وعلا قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تدعو غير الله، تنادي غير الله، تتوكل على غير الله، ويا فلان تلحقنا ويا فلان تفزعنا، وكيف تمشي بكرة؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كيف تلاقي الله جل وعلا بهذا الشرك؟ فانتبه يا عبد الله بأن لا تقع فيما يحبط العمل وتكون من الخاسرين. فانتبه، تجعل كل أعمالك الصالحة خالصة لله جل وعلا، ما تجعل فيها شيء لمخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا طالح، كل الأعمال تكون خالصة لله جل وعلا. فإن هذا هو العمل الذي يقبله الله جل وعلا ويرضى الله به عنك ويرزقك به الجنة وتكون من الذين قدموا لأنفسهم في ذلك اليوم ما به تكون نجاتهم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله جل وعلا مطلع علينا على ظاهرنا وباطننا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلننتبه لذلك يا عباد الله، وننقي أعمالنا ونجعلها خالصة لله جل وعلا، وألا نقع في الشرك المحبط للعمل، فإن ذلك هو طريق النجاة والفلاح
والموجب لرضوان الله جل وعلا والموجب لدخول الجنان. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.